تنضم إلينا من العاصمة الغنية أكرا السفيرة الدكتورة نميرة نجم، مديرة المرصد الأفريقي للهجرة في منظمة الاتحاد الأفريقي. دكتورة نميرة، بعد التحية، كيف يتعاطى القانون الدولي الإنساني مع مثل كذا نوايا، مثل كذا خطط متعلقة بتهجير قسري للسكان في أزمات الحروب؟ الخير. مبدئيا التهجير القسري للسكان المدنيين ضد قواعد القانون الدولي بالكامل. اتفاقيات جنيف بتنص بوضوح على ضرورة حماية المدنيين، ونحن الآن أمام ليس فقط حرب عادية، ولكننا في منطقة محتلة، وعلى المحتل حماية المدنيين. وما حدث في حتى الآن لا يتناسب مع ما حدث في 7 أكتوبر. قواعد القانون الدولي وكافة المعاهدات الدولية تنص على أن إذا كان هناك من قبل المحتل لا يدافع عن نفسه في مكان الاحتلال، ولكن حاليا من هم تحت الاحتلال الذين يقاومون الاحتلال يمكن أن يقوموا باستخدام القوة في الإطار القانوني. إذا تعارض ذلك مع القانون واستهدافهم للمدنيين في الدولة المحتلة، هذا يعد خرقا للقانون الدولي الإنساني، ويحق للمحتل أن يقوم بإجراءات تتناسب مع ما تم. لكن ما نراه الآن بوضوح هي نية إسرائيل إبادة الشعب الفلسطيني، ولا علاقة لها بموضوع ما حدث في 7 أكتوبر أو مجرد انتقام. بشكل واضح دكتورة نميرة، هل من بين صلاحيات أو ما تنص عليه القوانين والمواثيق الدولية بشأن صلاحيات القوة القائمة بالاحتلال في هذه الحالة إسرائيل، هل من بين صلاحيات هذه القوة القيام بأي عمليات للتهجير القسري أو حتى للنزوح الداخلي؟ لا، بالقطع لا. هذا يعد خلق لقواعد القانون الإنساني الدولي، وكذلك يمثل جريمة حرب في إطار نظام روما الأساسي المنشئ لمحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي من يناشدون بتهجير الشعب الفلسطيني وإخراجه من بيوته وفرض عليه التهجير القسري إلى أماكن أخرى يمكن محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. طيب دكتور، أنتقل مع حضرتك لمسألة أخرى. في ظل ما يحدث في داخل قطاع غزة وهذا العدوان الذي لا يوفر حتى أي مستوى من مستويات، أو حتى تعجز الأمم المتحدة عن توفير أي مستوى من مستويات الحماية، وبالتالي لابد من وضع هؤلاء المدنيين في مكان آمن على الأقل خلال هذه الحرب، جاءت دعوات، رأينا دعوات، كان هناك دعوة من نائب رئيس برلمان الاحتلال الكنيست، هو تحدث فيه عن إمكانية نقل المدنيين إلى دول أخرى. هذا كان بناء على استعداد بعض الدول زي رئيس الوزراء الاسكتلندي لاستقبال لاجئين فلسطينيين. ما رأيك في هذا الأمر؟ مبدئيا دولة الاحتلال عليها توفير مكان آمن لمن تقوم بقصفهم. المدنيين عليها قصف العسكريين وليس المدنيين. الآن هم يستهدفوا الشعب الفلسطيني بالكامل، عليهم توفير المكان الآمن وليس الدول الأخرى. الدعوة القادمة من اسكتلندا أو الدعوة التي أي دعوات أخرى لتهجير الشعب الفلسطيني مغزاها واضح، هو طرد الشعب الفلسطيني من أرضه، الاستيلاء على الأرض والاستيلاء على الخيرات الخاصة بهذه الأرض بما فيها البحر. هذا يقضي تماما على وجود شعب على أرضه. هذا يتنافى بالكامل مع قواعد القانون الدولي الإنساني. وكذلك من يناشدون كما أشرت لهذه الدعوة زي ما أشرت حضرتك لعضو الكنيست، لكن كذلك هذا يتماشى مع ما عرضه رئيس وزراء إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة من خريطة إسرائيل التي تتضمن غزة والضفة الغربية. هذا يعني أنهم لديهم النية المبيتة في ضم جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة لتصبح جزءا من إسرائيل. هذا كله يخرق القواعد الدولية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، يخرق قواعد القانون الجنائي الدولي، وعلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يقوم بعمله في هذا الشأن. حتى الآن هو لم يقم بذلك.